إذا ركلة جزاء من خلالها ممكن هدف ثالث والتعادل، ممكن من خلالها هدف التعادل. الآن الدقيقة 76 ممكن لهدف ثالث، ممكن للثالث، ممكن للتعادل، ممكن التقدم الآن، وهدف ثالث، هدف ثالث. إذن درغام، درغام إسماعيل يسجل الهدف الثالث على يسار حارس المرمى سيف الأحوج تحت أنظار الجماهير وفرحة الجماهير. هدف ثالث، هدف للتعادل الآن عن طريق ذرغام في الدقيقة 76. اللاعب المدافع المتواجد مع منتخب شباب العراق، منتخبنا الوطني للشباب.